حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. في المدى البرلمان يسأل عن طائرات مستوردة منذ عام 2014 لم تدخل الخدمة، وفي الجاردينيا أزمة كهرباء في العراق بعد تراجع كبير في إمدادات الغاز الإيراني. في العرب اللندنية شكوك حول رهان رئيس الحكومة على المؤسسة العسكرية في حال قرر مواجهة الميليشيات. في الزمان العراقي الكهرباء بعيدة عن منار بغداد ومحافظات الوسط بسبب الغاز الإيراني. في العربي الجديد ترامب يوقع خطة الإنعاش الاقتصادي تحت الضغط لمساعدة المتضررين من جائحة كورونا. وفي الجارديان بريطانيا أمام أكبر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية. بعربي 21 أنباء عن قتل عنصرين من الحرس الثوري في سوريا. الاغتيال السياسي يختلف عن باقي الاغتيالات التي تحاك لأسباب عديدة، والاغتيال بمفهومه العام وسيلة للتصفية الجسدية، أي إيقاف عجلة الحياة من الدوران بإنهاء حياة الفرد أو الجماعة. وللتاريخ حكايات وحوادث لا تحصى في هذا الصدد. إلى متى الاغتيالات السياسية الطائفية؟ هذا عنوان مقال للكاتب مصطفى محمد غريب في مجلة الجاردينيا. العراق يكاد أن يكون الآن حالة استثنائية كما يظهر من الأخبار والتحليلات والاستنتاجات لنقل مفهوم الاغتيال بشكله وجوهره إلى الفهم الطائفي، وكأنها بين الشيعة والسنة، فما قالته سابقاً حنان الفتلاوي ينضوي تحت مفهوم الاغتيال الطائفي السياسي التحريضي، وكان المفروض إقامة دعوى قضائية بالضد منها ومن تحريضها وتقديمها للعدالة تحت طائلة التحريض على الاغتيال ولزرع الشقاق وضرب السلم الاجتماعي في المجتمع العراقي، وإن بررتها تبريرات مغلوطة حيث تطالب قتل 7 سنة مقابل كل 7 شيعة يقتلون. وهذه الحالة جذرتها المحاصصة الطائفية في النهج والأسلوب السياسي وبتدخل خارجي، وبالذات التدخل الطائفي الإيراني. هذا الاغتيال العلني والمبطن بالتبريرات لا يختلف عن الاغتيال الطائفي السياسي الذي لا عجب عندما تمارسه الميليشيات الطائفية المسلحة والتابعة. أكثرية الاغتيالات التي جرت بعد الاحتلال والسقوط هي من فعل تنظيمات إرهابية وميليشيات مسلحة، وبتوجيه البعض منها من خارج البلاد، وخاصة شهداء المظاهرات السلمية قبل الانتفاضة، واستمرت إلى الآن أثناء وبعد الانتفاضة التشرينية التي أعلنت الحكومة في تموز الماضي مقتل 560 من المتظاهرين، وباعتقادنا أنه رقم مشكوك به لأنه أكثر بكثير، حيث تشير جهات غير رسمية موثوقة إلى مقتل أكثر من 800 شخص. أضاف الكاتب: أين الضمائر من هؤلاء الشهداء الذين اغتيلوا وأوقفت دورة حياتهم قسرا؟ أليس لهم أسر فيها أمهات وأباء وإخوة وزوجات وأولاد بحاجة لهم وبقائهم أحياء داعمين؟ سؤال للسيد رئيس الوزراء والقادة الأمنيين وكل مسؤول حكومي يعد الوطنية مقياس العمل من أجل الوطن وسعادة الشعب الفقير. قررت وزارة الكهرباء أن تسبق خيال جميع العراقيين بشأن العبث الذي نعيش فيه، فأخبرتنا أن علينا أن نحذف من قاموس حياتنا مفردة كهرباء. ففي بيان يشي بالسخرية أخبرنا القائمون على شؤون الكهرباء أن الجانب الإيراني سيقلل من تجهيز الغاز لعدم تسديد مبالغ شراء الغاز، وأن الكهرباء ستصبح شبه معدومة في بلاد الرافدين. هذا ما جاء في مقال للكاتب علي حسين في صحيفة المدى عن الفساد الحكومي في ملف الكهرباء. ماذا يا سادة يا كرام عن الوعود التي أطلقها الشهرستاني ومن بعده وحيد كريم وعفتان
ومن لف لفهم بأننا سنصدر الكهرباء إلى دول الجوار عام 2013، ثم اكتشفنا أن إيران قطعت علينا الكهرباء وقبلها وبعدها المياه لأننا لم نسدد الأجور. أذكر أنه قبل أن يخبرنا الدكتور حسين الشهرستاني عام 2011 لأننا سنصدر الكهرباء إلى دول أوروبا، خرج علينا إبراهيم الجعفري بخطاب سنسكريتي تمت ترجمته للعربية، حذر فيه الجعفري الشعب العراقي من صعقة كهربائية بسبب المشاريع العملاقة التي أنجزها والتي خصص لها فصلاً من كتابه تجربة حكم. ثم عرفنا أن وزير الكهرباء أيهم السامرائي اكتشف أن له في أموال الكهرباء حق معلوم، فحول مليار دولار إلى حسابه في أمريكا. بعدها تم اقتياد أموال الكهرباء والإعمار والصحة والتعليم إلى قاصات المسؤولين الكبار. لا شيء، لا شيء، فنحن نملك قادة مؤمنين وحجاج يتنفسون هواءً وطنياً، وليسوا بحاجة إلى من يذكرهم بأن الناس تعاني البطالة والفقر وسوء الخدمات. غير أن المضحك أكثر أن لا أحد من الذين نهبوا أموال الكهرباء والمستشفيات والمدارس والمشاريع الوهمية قدم إلى القضاء، فهو باق في المنصب مرة وزيراً ومرات نائباً، وإذا اقتضت الضرورة سفيراً. عندما تظاهر الشباب في بغداد وذي قار وبابل والسليمانية وباقي المدن والمحافظات في العراق ضد الفساد وضياع المستقبل، أطلق عليهم الرصاص الحي لأنهم هتفوا مطالبين بتوفير حياة كريمة. الحكومات العراقية سمحت للأحزاب السياسية الكبيرة بإدارة الوزارات الخدمية، مما أدى إلى ظهور شبكات ضخمة من المحسوبية والفساد. هذا ما جاء في مقال للكاتبة باهرة الشيخلي في صحيفة العرب اللندنية عن الوضع الاقتصادي في العراق. النظام العراقي يسلخ جلود الحملان ولا يجز صوف الكباش. المشكلة كلها في نظر الحكومة ووزارة ماليتها انحصرت في سؤال: من سرب المعلومات ومن نشرها وكيف تسربت؟ لأن ارتفاع الأسعار بالنحو الجنوني الذي ارتفعت به لن يؤثر على الفقير، حسب وزير المالية في العراق علي عبد الأمير علاوي الذي أعلن اعتماد سعر جديد للدينار العراقي أمام الدولار بواقع 1450 دينار، ضمن ما وصفها بالسياسة الإصلاحية للحكومة التي ستعتمدها خلال موازنة 2021. ذلك لأن الفقير يبحث عن لقمته في المزابل ولا يشتريها من الأسواق، وليست لديه سيارة لتؤثر عليه الزيادة في أسعار الوقود، كما أنه لا يشتري من مراكز التسوق المولات. يحمل الاقتصادي العراقي محمد طاقة حكام العراق مسؤولية الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي لعدم امتلاكهم سياسة مالية ونقدية مبنية على فلسفة الدولة الاقتصادية، وإهمالهم القطاعات الاقتصادية الصناعة والزراعة وقطاع الخدمات، وتدميرهم الاقتصاد العراقي بعرضهم الدولار يومياً للبيع في سوق البنك المركزي وبحدود 200 مليون دولار تشتريها بنوك تابعة لإيران. ويقول مخاطباً إياهم: اليوم وبسبب عجزكم عن معالجة العجز المالي في الموازنة العامة وعدم إمكانية جلب قروض جديدة لانعدام ثقة الآخرين بكم، لجأتم بقراركم هذا إلى استقطاع 22% من رواتب الموظفين والمتقاعدين، وهذا ما سيثقل كاهل الطبقة الوسطى في المجتمع ويؤثر على قوتها الشرائية ويزيد من نسبة الفقر والعوز عند الأكثرية من المجتمع العراقي. إن مسؤولية الثورة الشبابية التي انطلقت في شهر تشرين الأول عام 2019 هي أن تضع حداً لكل الفاسدين الذين خرجوا من القناقم، أمريكية كانت أم إيرانية أم صهيونية، وأحاطوا مملكتهم المالية بمشية الحشد الشعبي. أثار قرار استئناف العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني غضباً داخل أفراد حزب العدالة والتنمية الذي يرفض منذ تأسيس أي تطبيع مع هذا الكيان الغاصب، عقب توقيع زعيمه الذي يرأس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني إعلاناً مشتركاً
مع هذا الكيان طالب أعضاء من حزب العدالة والتنمية العثماني بالاستقالة، لكن الحزب سرعان ما أكد دعمه أمينه العام ورئيس الحكومة عقب اجتماع استثنائي لأمانته العامة. عن التطبيع المغربي إذن كتب حسن أبو هنية في موقع عربي 21: إن موقف العدالة والتنمية المغربي بالانحياز إلى بنية الدولة الوطنية يؤكد على سياقية ظاهرة الإسلاموية وتكيفها مع المنطق الوطني، فجماعة الإخوان المسلمين التي تعد أهم حركة اجتماعية دينية محافظية ممثلة للإسلاموية في العالم الإسلامي، والتي من رحمها تشكلت معظم الحركات الإسلامية السياسية، تعاقبت عليها أطوار حادة وشهدت تحولات عميقة. إن موقف العدالة والتنمية المغربي يكشف عن تهافت منطق أطروحة أسلمة الدولة الوطنية، فهي لا تعدو عن كونها فكرة طوباوية تستثمرها الأنظمة الوطنية العربية داخلياً وتضخمها للتهرب من استحقاقات الإصلاح والتحول الديمقراطي، وتوظف نظرية الأسلمة خارجياً لتبرير التوجهات السلطوية ولدغدغة المشاعر الغربية في ظل تنامي الأحزاب اليمينية والشعبوية وبروز ظاهرة الإسلاموفوبيا. الأحزاب الإسلامية تستند في وجودها إلى الشرعية القانونية التي حصلت عليها من الدولة، وتمارس كافة أنشطتها الاجتماعية والسياسية في إطار السلطة السيادية القانونية للدولة القومية، إذ لا تتدخل الدولة مباشرة في الجسم الاجتماعي من أجل الإصلاح فحسب كما يؤكد طلال أسد، بل إن النشاط الاجتماعي برمته يتطلب الموافقة القانونية وبالتالي موافقة الدولة الأمة. والطريقة التي جرت فيها تحديد المساحات الاجتماعية وتنظيمها وإدارتها تجعل منها كلها سياسية. خلاصة القول إن موقف العدالة والتنمية ومناهضيه من الإسلاميين من التطبيع يجسد حالة ومشروع الإسلام السياسي، وهو موقف لا يخرج عن المواقف التاريخية التي مارستها قوى وفعاليات وتوجهات وشخصيات مسلمة داخل دار الإسلام تجاه السلطة المتغلبة الحاكمة، والتي ظهرت مع الاجتياحات الكبرى للعالم الإسلامي، كما حدث إبان الاجتياح المغولي في العصور الوسطى والاجتياح الإمبريالي الغربي في العصر الحديث. كورونا، السلالة الجديدة بين التهوين والتهويل. هذا مقال للكاتب صادق الطائي في صحيفة القدس العربي، فلنستمع إلى جزء منه. مع أخبار ريادة المملكة المتحدة باعتبارها أول دولة تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، تنفس العالم الصعداء وابتدأ عامل التفاؤل يلعب دوراً إيجابياً في نفوس البشرية، التي اعتبرت قدوم العام الجديد فاتحة خير ستضع نهاية لعام من الجائحة والانغلاق والعزل والمعاناة وانهيار الاقتصاد. لكن الخبر الساعق جاء من الدولة نفسها، من بريطانيا، التي أعلنت اتخاذها إجراءات المسار الرابع من الإغلاق والعزل نتيجة تفشي الموجة الثالثة من الفيروس الذي تحور وأنتج سلالة جديدة، لتبدأ الأسئلة المحيرة التي لا جواب لها حتى الآن، مثل: هل ما نتج عن التحوير هو فيروس جديد؟ بمعنى، هل نحن مقبلون على وباء جديد؟ وإذا كانت التصريحات الرسمية تتحدث عن طفرات جينية في الفيروس، فهل سيؤثر ذلك في فعالية اللقاح الذي تم التوصل له حتى الآن؟ وهل سنبدأ من الصفر مرة أخرى؟ إن الإغلاق المشدد الذي يشمل العاصمة لندن بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد يستمر لعدة أشهر. هذه التصريحات أثارت موجة من التشاؤم، والتي أوحت بأننا لن نتمكن من الخروج منها حتى تظهر النتائج المشجعة لحملات التطعيم، والتي شملت نصف مليون شخص في بريطانيا حتى الآن. يبقى هناك أمل في أن العام المقبل سيكون عام الخلاص من هذه الجائحة. كرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب له قبل أشهر عن جائحة كورونا جملة: نحن في حرب، كررها 7 مرات.
والأمر الذي أثار تساؤلاً مشروعاً عن معنى ذلك لدى الإعلام والصحافة والمواطنين. ثم سرعان ما تبين أن إعلان الحرب هذا موجه إلى المواطنين الفرنسيين من المسلمين. وهذا ما بيّنته ولاء سعيد في مقالها، ولاء سعيد سامرائي في صحيفة العربي الجديد. من يعرف جيداً قانون 1905 هم من يمكن أن يطلق عليهم العلمانيون الجدد، الذين يتحججون بمبادئ العلمانية وبمبادئ الجمهورية لمحاربة المستعمرين الفرنسيين المسلمين وتحجيم وجودهم وإسكات أصواتهم المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني وغيره، بل لطردهم من فرنسا كما جاء أجدادهم للعمل في مصانعها من ضفة المتوسط الأخرى، لأنهم خطر على الحضارة الفرنسية والغربية عموماً. ليس خطاب العلمانيين الجدد علمانياً كما يحبون أن يظهروا أمام الرأي العام الفرنسي، بل هو خطاب ديني متعصب جذوره من التوراتية والصهيونية وفي مفهوم الإرهاب الإسلامي المصنوع في معاهد التفكير بعد أحداث 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة عام 2001 لنظرائهم المحافظين الجدد مهندسي غزو العراق وتدميره، يتردد صداه في الإعلام وتبادل المعلومات، منها نشر الكاريكاتير المسيء للرسول في فرنسا بعد الدنمارك إلى التدخل في شؤون إدارة ضواحي باريس وشبابها المناهضة للاحتلال في فلسطين والعراق بعد عام 2003، وصولاً إلى التحريض والدعوة اليومية العلنية إلى الحث على كراهية المسلمين في فرنسا على الرغم من وجود العقاب القانوني لمثل هذه الدعوات. خطاب ماكرون يشبه إعلان للدخول إلى الانتخابات لصدور مشروع قانون الانعزالية، الذي بضغط من التظاهرات التي عمت الدول الإسلامية مطالبة بمقاطعة البضاعة الفرنسية غير اسمه إلى مشروع تعزيز احترام مبادئ الجمهورية. وكما قال الرئيس ماكرون إنه لا يتراجع عن هذا القانون، ووفقا له أغلقت وزارة الداخلية مساجد كثيرة وجمعيات خيرية تقدم العون الاستشارية والقانونية لمن يتعرض للإسلاموفوبيا في فرنسا. رصدت عدسة الأناضول المناظر الجميلة لقطعان الخيول البرية وسط الثلوج في قضاء باي بازاري في العاصمة التركية أنقرة. ومع حلول الشتاء تنزل هذه الخيول البرية من المرتفعات إلى السهول والأراضي الزراعية بحثاً عن الكلأ الطعام، ويحرص عشاق التصوير على التقاط صور للخيول في أثناء بحثها عن الكلأ وسط الثلوج، حيث ترسم مناظر جميلة. ويهرع أيضا بعض المواطنين لتقديم الطعام للخيول البرية في تلك المنطقة. وفي تصريح صحفي للأناضول قال محمد كايتان بيغ، قال وهو أحد سكان قرية كراشار، إن الخيول البرية زاد عددها في الهضاب. وأوضح أنه مع برودة الطقس تنزل هذه الخيول التي تعيش في المناطق المرتفعة من الغابات إلى السهول والحقول الزراعية بحثاً عن كلائها. وذكر أنه يقدم العشب والطعام للخيول التي تصل أمام منزلها. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية.
بهذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية لهذا اليوم. نرى في دين غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد. إلى اللقاء.